إذن أخي المتتبع الكريم، سلام الله عليكم. تحية أخوكم حميد العقاوي. بشحال من واحد راه سهران والأسباب إخواني كتغير من عائلة لعائلة، واحد العائلة اللي تصدمت عائلة تصدمت بواحد طريقة غريبة، كانت تواجدوا في النواحي الأربعة الفقيه بن صالح. عائلة أخي المتتبع اللي جوجات بنتها لواحد مهاجر وما نواتش بأن هذاك النهار هو الأخر وهذاك هو السبب ديال الموت ديالها، نوا وبنتهم تمشي للطليان. عيب وعار باش أن يبكي ومرأة في نص الليل بهذه الطريقة. لا إله إلا الله. إذن أخي المتتبع الكريم، كل واحد على السهران. هذه العائلة هذه عيات باش تصل بيا، تصلوا بيا أكثر من 20 مرة. كل نهار تيبدا يبكي وتيقول لك بنتنا كتخرج عندنا في الليل، حلمنا حميد بنتنا قالت لنا عيطوا على العقاوي، بقاو دخلوا في اوهام مساكن كاع. الشيء اللي خلاني باش نلبي الرغبه ديالهم في هذا الاثناء، جينا هنايا في النواحي، سميت هذه البلاصه دار الشمس. دار الشمس فين جات؟ بني عياط. بني عياط. حاولوا عافاكم باش اننا نبارطاجيو الدموع ديال هذه الام، ربما راه الا ما عتقناش راه غادي تصدق واحد النهار هذه الحاله. احنا ضعنا طعنا وحضرنا. شنو وقع؟ شنو قلتوا لي يا بنتي ما بغاوهاش يجيبوها لي لدارهم. شنو لي في بنتي؟ ما عندهم لا سيدة على والو، غاديين بنتي فين غاديين بها؟ قولي للناس هما بغا يعيشوا معاك. شنو وقع؟ كانت انت عندك بنتك جاو خطبوها؟ شنو خطبوها من عندنا وداوها بالعقد ديالها بالقانون ديالها، وملي جاب الله تخاسموا ما سولناش هو، ما عرفتوش في خمسة ولا ستة اللي طلقوا ولا سبعة ولا الله أعلم. ملي أدى تخاسم معاها وعقب جات تخاسمت مع أمو مع أختو، كرفصوا لي يا بنتي. عقبنا جناها الدرية للدار، ملي جناها ريحت عندنا شي ثلاث سنين. عقب ردا المخزن داع ولقى دايق، تلاقيت معاه تما وكرفصني وعايرني ما خلى ما قال. حكمة المحكمة كما بالرجوع ديتيها عطيتي لها العون. داعه والقاضي سلمها له، سلمها له داها وعايرني وكرفصني. كيفاش حيت سلمها له بقات يعيرك واخا عايرني؟ قلت لي عندك تقلعي لي هذا التليفون، ما نهضرش مع بنتي. قال لك لا لحقتي، الا لحقتي البابي قال لك نضربك بالبارود ونحيك. هذا راجل، هذا راجل ودا بنتي لواحد الدار مسكينه. هي كانت سلمتي له بنتك؟ علاش المخزن ما قديتش؟ ما قديتش مثل المحكمه. دابا اخي المتتبع الكريم، الله يعطيكم الستر، دابا كنشوفوا حتى مساكن هاد الناس كيتفاعلوا مع المسطره من بعد ما ان وقع مشكل ما بين الزوج والزوجه اللي هي بنتهم. الزوج دار واحد الدعوه للرجوع لبيت الزوجيه عادي باش ان المحكمه حكمات باش ان البنت ترجع. الشيء اللي هما قالوا هادي مشكلين، ما رضيناش البنت هزوا بنتهم عطاوها للعون القضائي، وجا الراجل هو يشد البنت وجرها وبقات هي يد الام. وفي هذه الحاله ربما ولست ادرى بالقانون، وتنتمنى حتى الاخوه اللي ادرى بالقانون، فربما القانون واخا تحكم محكمه بالرجوع، الا كانت بنتك غادي تعرض حياتها للخطر بلا ما ترجع، عاود رجع عند السيد وكيل جهه الملك. نتوما مشيتوا عطيتوها للعون. ايوا داها العون وبقى هو وقال لي اي هو يقول لي ديها لي على الطبيب، بغيت ندوز ليها راه قالوا لي كانت تدور. واش عا بنتي تدور ما ترديهاش؟ رديتي بنتي على سبب عمرها؟ اش بغيتي عندها؟ ملي ما لقت لك، ملي ما لقت بك الدريه خليها تجيبها لدارهم. ودا البنت وسد عليا في واحد الكوري ما صالح للسكنه، وحيد ليها التليفون تا داروا فيها ما بغاو، وداوها للشقار لاحوها تما وصافي. وعيطوا عليا قالوا لي سير بنتك فين عاش؟ عيطوا لقلك بنتك في الإناء. انا تنتسنى قالوا لك بغينا نطلقوا، وتنتسناهم في البقيه بن صالح. بنتي ما تلات وصلتش لعدي، ما وصلتش بنتي لعدي، ما وصلتش. الحوايج عند المحامي باقين ديالهم، حوايج بنتي راه باقين عند المحامي ديالهم. شنو قالوا لك هما باش مات بنتك؟
بغاو يديروا اكسيده تاع زيرهم الشاد. ولكن الروح عزيزه عند الله كيفاش حتى بان الشاد؟ مشيت تنبريت تنلقين نصطيها تما. نعم. ملي شافني السيد تندور تما قال لي واش الكسيده اللي جرات نهار 15 في شعبان؟ قلت له قال لك انا شاد ليك انا شايف كل شيء. قلت له ولدي راه عندي المقابله معاهم غدا. قال لك انا معاك. مشى شاد الغد لي الغد لي الغد لي خلط عليا لتما. قال لي هو يقول لي القاضي واش باهك جا؟ قلت له ما جاش باها ما مساليش خدام. واش بغيت ترديها كسيده بنتي راه مقتوله مضروبه بنتي مقتوله؟ دخل الشاهد. قال لي عندك شي شهود؟ قلت لي الشاهد كاين. ملي قال لي فينا هو؟ قلت لي هو في الباب. خرجت انا دخلت الشاهد هو عيط. ملي الشاهد قال لي هذاك الشيء اللي شاف قالوا. قال لي راه جات الطوموبيل قال لي ملي داروا قال لي انا خرجت بغيت نمشي لبقيه بن صالح للسوق. هو يقول لي جات الطوموبيل جات قال لي الطوموبيل جات مع الشانطي. قال لي شويه تحل الباب اللوراني تلاحت السيده لاحوها من الطوموبيل سدت الطوموبيل عادت كاو الطوموبيل في واحد العرام تاع التراب. قالها الشاهد قدام القاضي في البقيه بن صالح. واش داروا من هو يسد القاضي سد الملف عيط ديك الساعه على الجندارم. جات الفارغوني تداتني انا والشاهد والشيفور. مشينا لتما داروا المحضر كتبوا المحضر خرجنا من عند الجندارم. قال لك تسناو ثاني القاضي تدوزي ثاني من قدامه. تما داروا لي المينوط شد 6 شهور عهدي بداك بالدوسي. جا لبني ملال مشينا للمحكمه لبني ملال عاد جا هو على رجلي. خرج ما داروش المخزن وراه. خرج ما داروش المخزن وراه. شتو رانا كل شهر تن باش حسيت تحكيت نجرب حوايجي باش حسيت اش ندير مرتك مسكينه هي قدامك بنتك الله يرحمها. شحال في عمر بنتك؟ 25 سنه. 25 سنه. علاش هو حيت جابها شي انه يخطبها؟ ما عرفتوش؟ ما عرفناش. واحد بنت عمي مع امها الله يكلف لهم العش وما قال لنا اعطيهم راه مزيانين وما راه حنا ما نعطيهمش لا حق الدريه تما ولا اللي لقيناه تيقول لك الله يودي تعدي الله يودي تقول هذوك الناس ما مزيانينش. واش اللي مجري على 7 دريات ولا 8؟ هو مطلق شي 7 ولا 8؟ واش 8 ياك ما تسعود كاع كاينه مشكله اللي تنقص الجيران من فوق الحيط. هذوك اللي دوز هذوك اللي دوز واش هو حمق ولا شي؟ ماشي حمق مجهدين هما تيحسبوا راسهم هما اللي ما كاينش كاع ما كاينش السلطه كاع ما كاينش المخزن تيحسبوا راسهم هما اللي مخزن. ما راه ما سيدي قلت لي واحد الهضره قصحتني بزاف. قلت لي حيت لاحوها شنو قال لكم الشاب؟ دفلوا عليها في فوسي دفلوا على وماشي غير الشاب اللي قالها قالوا الناس ولكن ما قدوش يشهدوا. دابا الشاهد 5 سنين هذه تيطلعوا يهود مسكين. وكاين واحد الشاهد قلتو لي شاهد؟ راه شاهد قال لك راه شاف كل شيء. قال لي راه في قال القاضي التحقيق ديال القيم صح راه فيلم. راه ليا صغيره هذيك تاع حمزه الله. قال لي راه فيلم هذا فيلم قال لي قال لي شنو قالوا شتي انت بدك في لامورك مشيت؟ لا شت انا عشان نقول لك درتي العقاوي دوك انا غير ملي عيطت مشات هذه زعما تعرضت لها في القيم صالح. قالت راه قال لي اش تعرض بدك في القيم صالح غادي نجيبوها. ما راه دار بينا في الدار وداير العمليه ديالهم. داو هالطريق الشاهد قال لي ما رشت الباب تحل وتلعت الدريه وتسد الباب وزادوا 100 متر ونزلوا قالوا تيصوروا فيها وتيدفلوا عليها في الفوسي. ومشى شهد هذا الشيء وشهد والحمد لله والقاضي راه امر بالاعتقال ديال هذا. شوف اسيدي هذاك الشهيد الله يطول عمره الله يك هذاك قاضي التحقيق ديال القيم صالح الله يحفظك. مزيان اننا غادي نشكروا ديال القيم صالح تنشكروا الله يجعل سيدي ربي يطلع الشان ديالو ويسترو شخمان شي شخمان داك الشيء يد وقف وهددهم اللي صافي ديك الساعه اعتقلوه. شحال دوز الحبس دابا؟ والله اعلم اش دوز 6 شهور. واش 5 شهور ولا 6 والله خرج نهار جا عندنا التحقيق في بن ملال. غادي التحقيق في بن ملال جا كاين ما مشدودش كل شيء. شتي باش سميتك صالح؟ سميت بنتك الله يرحمها ربيع بديعه صالح. ملي شتي اللي قتلت البديعه وعندك الشهود وغادي مرات انا ما تليش انا تنمشي للمحكمه. كيفاش؟ ما تنشوفهم ما تنصبرش. بقيت قداش ما تنصبرش انا تنشوفهم في المحكمه تنبغي تيبغي يسكت لي قلبي. ما تليش انا تنمشي كاع المحكمه تتمشي غا هي شحال من جلسه ما تنقدش نشوف فيهم. تشوفي تشوفي في العدو حقرونا تكرسوا علينا محنونا نعس ما كنا تنعسوا
للعشرين ساعة تنوضي تدي تخبري بنتي كي كانت، بنتي كي داروا ليها، بنتي كي داروا ليها، صغيرة مسكينة. صغيرة بنتي كانت هنا، بنتي ما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دوك الناس تعدوا عنوك بصوت نطلبوا الله شوف سي محمد، سميت كتقلت لي جيمي صالح، سي صالح ان شاء الله غتوصل الرساله ديالك وغادي يحاولوا يديروا اونكيت في هذا الشيء، لان هذا الشيء كتقولوا خطير بزاف. راه هذا الشيء واضح واضح، ماشي جا طبوا الطبيب كاع الرساله بغيناها ان شاء الله تلحق لسيدنا ان شاء الله. الطبيب دابا الطبيب مشى قال لي ودي الدريه راه مضروبه مضروبه، ايه قالها لي في المحكمه، اه قالها لنا الطبيب في المحكمه قديمه وجا للمحكمه استدعاو استدعاو مرات نجم كل ربع هذا جا هذاك هذيك هذيك كانوا غادي يحكموا هذيك الجلسه تحكم وان ملي فات الطبيب قال داك الكلام وخروا. برافو مزيان، هو القضاء القضاء خدام راه جات تطلبوا شي يدير بالله يعاونهم، وبغينا حتى حنا حقنا يعطونا حقنا. بغيت تقول القضاء بني ملال، القضاء ديال بني ملال راهم غادي راهم غادي في القضاء ديالهم مزيان، ما عندنا ما نقولوا فيهم. ما قديتيش حنا ما صافي ما صبا حنا غير شنو راه كثرنا الصبر بزاف، يعطيونا حق بنتنا يعطيونا حق بنتنا بنتنا مشار الله يرحمها، وراه تا هما عندهم الوليدات وراه عندهم راه حر الكبده راه كلشي عارفينه. نعم ولا هذا الشيء هذا راه ظلم، هذا راه ظلم، راه ظلمونا هذوك الناس راه ظلمونا. واش دابا واش غير ما بغيتيش بنتي تلقى تجي على رجليها تلقاها؟ علاش علاش تقتلها؟ علاش ضيعنا فيها؟ ضيع ضيع شكون اللي كان في ديك الطوموبيل اللي لاحت بنتك؟ شو ولا شنو قال؟ كاين كاينين ربعه، كاين كاين رجلها اخت اخته اخوه مرت خوه، وجابوا واحد وجابوا واحد 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 خيتي قال لي حق هذيك البيجامه راه كنت تمسح ليها بها نسيبتهم نسيبتهم نسيبتهم. وجا هذا الاخر ثاني جابوا واحد الشاهد زور نسيبهم قال لهم حق الدريه قريبه للطونوبيل شاهد نسيبهم، هذا راه نسيبهم ما جا في التحقيق ما حضر في التحقيق. شنو بغيت تقول له؟ هو دا تقليد ديال الروح، هضر معاه غيشوف هذا الشيء. دا التقليد ديال الروح اخويا، احنا ما عند الله، الله اللي غادي ياخذ فيه الحق، هذيك راه روح وعزيز عبد الله وما كاين ما عز الله تعالى ما كذبونا ادم، وتطلبوا من هذوك الناس المسؤولين يعطيونا حقنا. وسيبتهم حتى هي واخا شي طوال وداك الشيء تطلبوا ربي، وهما ان شاء الله الله يوقف على مخهم القضاء يعطيونا حقنا تحنا. اذا اخواني كنتمنوا اننا نديروا يد في يد ونوصلوا الرساله تاع العائله، عائله لا حول ولا قوه لها الا بالله العلي العظيم، ما بغات فلوس ما بغات تعويضات، بغات ان القضاء يكون نزيه، ولا نشكيك حتى هما تيشكوش في القضاء، ولكن تيقول لك الاب بان التصرفات ديال الطرف الثاني خلاتني ما وليتش نقدر تنقرب للمحكمه، تيستفزوني بزاف لان بنتي اخر كلمه شنو بتقول؟ والناس الناس يخرجوا من المحكمه وتيسبوا المراه وتيقلبوا جيابهم وشيسوهم بحال كذا، ما راه حنا عندنا فلوس راه وليت شاكا ما عرفت كيفاش، وليت شاكا ما عرفت كيفاش دوك الجياب اللي تيسوسوا عليا تيقلب جيبك تعناوا بالقوه وبالفلوس، انا تعنيت بالله هنا بالله ومحمد السادس ان شاء الله الله يطول عمره. احنا احنا معانين سيدي ربي والمالك ديالنا، وهذوك الناس اللي في القضاء تا هما احنا معانين بهم تنترجوهم تا هما ان شاء الله تنترجوهم يعطيونا حقنا احنا بين يديهم. هادشي هو الحاج ان شاء الله غتوصل. ايوا هادشي هو الله يطول عمرك الله معاك الله يطول عمرك الله معاكم الله يطول عمر سيدنا. مادام ان هاد الاتهامات خطيره فحق الرد مكفول حتى للطرف الثاني، لان هادشي تيقولوا هاد الناس حشومه، وهادي نداء لاي واحد حتى الى حكمت المحكمه لبنتك بالرجوع لبيت زوجيه واجتحيتها في قطر في خطر عفوا، حاول انك بس تستشر مع النيابه العامه. هاد الناس حكموا حكمت المحكمه بالرجوع، الناس قالوا لهم اويلكم الا ما رضيتوش بنتكم، هاد الام مسكينه هزات بنتها ودتها حتى عطاتها للعون القضائي وبقات يهددها وجر بنتها قدامها. اذا الناس اللي تيامنوا بان كاين قانون وتنتمناو علاش لا هاد ساكنة المغرب العميق يعرفوا بصح باننا احنا في دولة ديال الحق والقانون. اخر رسالة لخوتك المغاربة الحاجة والله يرحمها وبنتي الله يرحمها، وهذوك الناس ما نسمح لهم لا في الدنيا لا في الاخرة، شوطوني في بنتي وشواونا في بنتنا، دعيناهم الله والله ينصر سيدنا والله ينصر القوضة والله يهديهم يعطيوني حق بنتي، رانا تشويت في بنتي ما نطالع بيا على الله، رانا ما تنعس ما تنشوفو ديما باكيه لا بالليل لا بالنهار، ما بقى عندنا حياه، ودعيناهم الله الله ياخذ فيهم الحق والله يطول عمر سيدنا. تنطلبوا الله ان شاء الله غادي نشدوا حقنا، تنطلبوا هذوك الناس ان شاء الله يوقفوا معنا يعطونا حقنا بالقانون بالحق. وتنشكر المغاربه كاع في المكان وداخل الوطن وخارج الوطن، وراه اللي في قلبه الرحمه وتيشوف هذا الشيء وتيسمع في هذا الشيء راه يتعسف، والله يطول عمركم والله يكثر خيركم يا سيدي، بارك الله عليكم الشيخ.